بعد جلسة مصارحة بين ياسمين وسارة كان حسام متشوق يعرف شو صار حكي، خصوصا انه هو الشخص المعني مباشرة بالموضوع. قولي لي شو حكت لك. ولا شي ولا شي ولا شي، زعلانة. ليلة تزعل، شو اللي صار؟ ما قالت لي شيء، ما بيصير لك. شو قالت لي؟ شو انت مهبول؟ شو عملتني واحد زبالة؟ ليه؟ انه بالنهاية كمان مو منك انت، فهمانة يعني مش عم بحكي، يعني كل الناس بيعرفوا انت شو عليك. بس هي يعني في شيء يعني بالها ما بعرف. انت بتعرفي كيف تتصرف مع باقي الشباب، انا ما بحكي شيء. انا قلت لها انه خلص، وهي بتعرف حالها. انا ما غلطت بشيء، انا عم حاول منيح لاخر. هي بتعرف انه يعني نحن يعني اخوه يعني عادي، بس يعني بالها انه الناس مو مفكرين هيك. الناس بيعرفوا انت شو عندي، اكيد الناس كلها بتعرف انت شو عندي. صارت ما بدي احكيك. حكيني كلمتين، بدي احكي كلمتين وخلصت القصة. اوكي، كل الناس بتعرف ياسمين شو عندي ورافع شو عندي وفريم شو عندي، وثلاثتهم مثل بعض. اذا انت هذا الشيء مضايقك، انا ما بيعنيني وما بيضايقني. انا ما عم بعمل لك شيء غلط وما مثلك شيء غلط، وانا ما عم بلعب فيكي، وانا كل شيء قلت لك اياه كان صح. شكرا. انا من يوم اللي جينا داير بالي عليكي من قبل ما يصير شيء. اوكي، ما صار شيء. ما صار شيء بس اوكي، اذا انت هيك خلص، اذا ما صار شيء خليني زعلانة. ليش زعلانة اذا ما صار شيء؟ انت عم تقولي ما صار شيء؟ مثل ما انا عم بتصرف مع ياسمين انت عم تصرفي مع الكل. ياسمين اختي. لا معروف. لا هيك شايفني لهالدرجة؟ انا بدي اقول لك كلمة واحدة، ما بدي اشوفك بهالمنظر. تنبسطي ولا رح اقول لك؟ لا رح اقول لك شغلة. انا اصلا اساسا انا ليش كلي زعلانة؟ انت ما عم تفهم ماشي؟ انا ما عم اقول لك ليش هيك عم تعمل بالحياه العاديه، بس انا لما بكون مبسوطه للشخص يلي قريب مني اكثر شيء هون بيجي بدي يقطع المسرح مشان اهله، ببعد عني بيعمل لي هيك على كتفي وببعد عني وبيروح بيعبط غيري. انا ساعتها رح اكون كثير متضايقه وبترجع بتعملها هون. انا هذا الموقف ما شفته. لا هذا الموقف انا يلي شفته، انا يلي شفته، انا يلي حسيت فيه. فيكي هلا ما تعصبي، فيكي تروقي، فيكي هلا ما تعصبي، فيكي ما تعصبي، مو جاي نعصب ولا جاي نتخانق. فيك تروقي هلا؟ اسمعيني، لو شو ما صار، لو شو ما صار طز فيني. انت جاي لهون لحتى تشتغلي على حالك، هذا المنظر ما بدي اشوفه. مستي هذا انا وش فيهم طبعا طيبة القلب؟ شو رقمه؟ 10؟ سارة انا ما كذبت عليك بشي وانا ما عم كذب عليك بشي. واضح. وانا ما عم بتراجع عن شيء الا انا شايف ما عم اسال. فيك تثبت لي هالشيء؟ شو بدي اثبت لك؟ فيك تثبت لي انك انت ما كذبت؟ انا ما كذبت، انا بحياتي ما كذبت عليك وكل العالم. لا انا ما بدي اسمع هي الشغله. وانا اذا انت شايف عم بلعب عليك، انا ما لعبت على ولا واحد من 20 واحد اللي اجوا، ولا كنت خبيث مع ولا واحد من 20 واحد. حتى مو خبيث مع بنت بلد. لا في شغله بدي اقولها. من قبل ما نفكر انه انا وياك نحكي مع بعض ونفكر انه يصير شيء بيناتنا، انا داير بالي عليك. ما في شيء بيناتنا. ما في شيء، انت بتعرفي شو اللي في بيناتنا. طيب ما بشوف هالمنظر، ما بشوف هالمنظر. ارتاح، انا ما رجع هون لعبط حدا. ايوة انت مانك شاطر غير بهاي الشغلة اصلا. روقي اطلعي من المود المقرف هاد، اطلعي. فيش اشي محرز، طلعي مين عم بيقول لك هاد الحكي. انا فيش اشي بستاهل وحياتها امي. مين قالكم اني زعلانه؟ مين قالكم اني زعلانه؟ بس بكره الخبز، بكرهه اخر بنت. بكره حدا، انا ماني غبيه بكره حدا يضحك علي. بده يضحك على الصفه، يضحك على انا من الصفه، ما يضحك علي. مو يجي يعمل البيبي فيس الملاكي اللي ما بعرف شو ماله هيك. لانه مين؟ واحد ببالي. خلص روقي. لازم ما بعرف شو تصفيني، لطيفة شعر بدني. قد ما ابتعدوا بيرجعوا بيتقاربوا وبيتصارحوا وبيتناقروا، لكن مثل عصافير الحب، أكيد عرفتوا مين بقصد. ليه في غيرهم؟
من شوي كنت عند بيتي وبعت علي هلا هيك بدي اطلع اخو مرائي بعد شوي بزورك مثلا بعده بعضك ما دخلك عالم ما طوش ولا بتتساير اصلا انت تعودت على هذاك الوش يعني انت هلا اذا بتشوفني عم بتبتسم بتتضايق لا مو بتضايق بس مستغرب ما صحيح مين عم يتحركش بالطاير؟ لا مين اللي داير طاير؟ طلع انا اللي طايره طلع طلع شوف مين رح يروح لعند الثاني شفتني كيف عم بفتل وشي مو طايقتك ما هي حركات مو طايقه لونك اصلا نص صفراوي شوف شلون عم تقربي لعندي لحظه لحظه ايه هي شوف كيف وقعتني يا حقير ليش قلبي يعني انه ما استوعبت الفكره اه هيك يمكن بحبوا يبعثوا للاخوات قلوبهم يا جماعة فهمتونا غلط ما في شيء ما هي انه ايه ما في شيء جيبوا لنا قفص ثاني نحط كل واحد بقفص بريك ومنكون مع تجديد الثقة بحسام او انتخاب دلكة جديد